مساكم الله بالخير يا وجوه الخير، ومرحبا فيكم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، مركز لقاء الأحبة والأدباء والمفكرين والفنانين. كما نرحب الليلة بضيفنا، فهو كاتب ومؤرخ وقاص وروائي ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية وممثل وباحث في الثقافة الشعبية. كتب العديد من المقالات والتحقيقات والمقابلات الصحفية التي تهتم بسير المطربين الشعبيين والأغنية البحرينية والخليجية. له إسهامات عديدة في الإذاعة وتلفزيون البحرين. هو فنان تشكيلي وعضو جمعية الفن المعاصر. هو ملحن ومطرب، له العديد من الأغاني العاطفية والوطنية، ولحن العديد من المطربين ولوحات مسرحية ومسلسلات إذاعية وتلفزيونية. هو عضو في أسرة الأدباء والكتاب، وعضو في جمعية الفن المعاصر ونادي البحرين للسينما وجمعية التاريخ والآثار ومركز عبد الرحمن كانو ونادي البديع الثقافي والرياضي، وأيضا في مسرح الريف هو عضو ومؤسس. كتب وأخرج العديد من الأفلام القصيرة الوثائقية والروائية، وقد شارك ببعضها في المهرجانات البحرينية والخليجية. حاصل على العديد من الشهادات والجوائز من البحرين وخارجها. حاصل على لقب سفير للثقافة فوق العادة عبر العالم من مؤسسة ناجي نعمان للثقافة في 19/1/2012 ومقرها بيروت. له العديد من الإصدارات: مشوار المطرب عبد الله سالم بوشيخة، أعلام الطرب الشعبي في البحرين، مشوار المطرب يوسف فوني، الفنون الشعبية في البحرين، ذاكرة البديع منذ عام 1845 إلى 2005، الملحن عيسى جاسم مهندس الأغنية البحرينية، مرايا القصور وهي مجموعة قصصية، ذاكرة الأغنية البحرينية من 1895 إلى 2011، الفنان أحمد الفردان غواص في بحر اللؤلؤ والأنغام، راشد المعاودة الإبداع في حب الوطن، رواية غزالة، المطرب محمد زويد وتر البحرين الأصيل، الفنان المسرحي سعد الجزاف 50 عاما من العطاء، من أعلام الغناء الشعبي النسائي في البحرين، البحرين في زمن جمال عبد الناصر، نادي البديع الرياضي والثقافي شهادات وإنجاز، ورواية مقهى الفراشة، وآخر رواياته أو كتبه كانت البحرين والخليج العربي في زمن كوكب الشرق أم كلثوم. وما أعتقد أنه راح يوقف بعد، عنده إنجازات وما زال الله يعطيه الصحة وطولة العمر إن شاء الله. فنقول إبراهيم يا ولد الدوسري، تتفرع أغصانك وانت بحور الفن ترقص على وزانك، وانت أكاليل الزهر في جرة أقلامك، تزرع في أرض الفن بذرة وانت ترعاها، وانت نهرها بالثقافة وانت مجراها، وانت سفينة فرح بالطيب محلاها، ومن الصغر دايم تسعى تحقق أحلامك، ومن الصغر دايم تسعى تحقق أحلامك. رحبوا معاي بالأستاذ إبراهيم راشد الدوسري. مرحبا فيك أستاذ إبراهيم. جزاك الله خير يا أبو محمد، مشكور. الله يسلمك. تفضل. طبعا الليلة راح نكون مع أستاذ إبراهيم راشد الدوسري في تدشين كتابه مشوار المطرب البحريني يوسف فوني، وقد أصدر هذا الكتاب في عام 1997، وهو يعتبر الإصدار الثالث للمؤلف من بعد الإصدارين مشوار بوشيخة المطرب البحريني الأصيل عبد الله سالم بوشيخة في عام 1991، وأعلام الطرب الشعبي في البحرين الذي كان في عام 1993. مع أن أصدر الكتاب
يوسف فوني في عام 1997 ولكن ما صار له تدشين. فنقول بحر الطرب من أسمع أنسى شجوني، واتمختر بدق الوتر وشنف أذوني، واهيم في بستان كل ما سمعوني. عاصر ابن فارس مع ضاحي من صغره، وسافر مع فن الأصيل ونشر عطره، ونجمة سطع في سماء نجوم عصره، يوسف ابن جاسم ويسمونه فوني، يوسف ابن جاسم ويسمونه فوني. يعتبر المطرب البحريني الكبير المرحوم يوسف فوني من أشهر المطربين البحرينيين الذين ذاع صيتهم واعتلى نجمهم في ساحة الغناء المحلية والخليجية منذ أواخر الأربعينيات حتى بداية منتصف التسعينيات من القرن العشرين، حيث يعد من الجيل الثاني من المطربين البحرينيين الشعبيين، ولقد تأثر بأنواع الغناء التي كانت منتشرة في عصره، ومنها الأغاني العراقية واليمنية والمصرية، والتي كانت تبث على اسطوانات في المقاهي الشعبية وخاصة في مدينة المنامة والمحرق، وهي مسقط رأس الفنان الراحل يوسف فوني. خل ندخل شوي ويا أبو خالد ونتباحث وياه. أبو خالد سمى الله عدوك، تحدثنا شوي عن المطرب الراحل يوسف فوني رحمة الله عليه، ومثل ما عرفنا أنه هو ابن المحرق، يا ريت تعطينا شوي نبذة بسيطة لبدايات المطرب الراحل. خير إن شاء الله. خير بويهك. مساكم الله بالخير يا أخوان يا أخوات. الحقيقة يعني أنا دائما يعني سعيد بوجودي في كل فعاليات يعني المركز عبد الرحمن كانو الثقافي اللي أنا يعني أشارك فيها بأعمال ويعني فعاليات معينة، أو أني أكون حاضر لأحد الإخوان أو الأخوات في يعني إحدى الأمسيات أو الندوات أو ما شابه. ونتمنى طبعا لهذا المركز العامر أن يستمر إن شاء الله في عطائه، ويكون طبعا شعلة من النشاط كما عهدناه في إن شاء الله المستقبل من الأيام. بخصوص المطرب الشعبي الراحل رحمة الله عليه يوسف فوني، هو طبعا يعني لما الواحد يسمع يوسف فوني يظن ان فوني من عائلة يعني يوسف من عائلة عائلة اسمها فوني مثلا، او ان يعني لقب يعني حمله معاه طبعا خلال مسيرته يمكن احد من ال يعني اللي يسجلون الاسطوانات كالعادة يعني يسمون المطربين بأسماء معينة يعني على أساس الشهرة، ولكن قصة فوني لا، فوني طبعا اسمه يوسف بن جاسم بن محمد، وهو طبعا والدته من أصول عراقية وخوالة عراقيين وفنانين، منهم عازف العود ومنهم طبعا العازف الكمان، وعدد حقيقة من هلة، وبالذات خالة أحد خوالة كان في فرقة الكويت الموسيقية من أواخر الخمسينيات لحد ما توفاه الله، يعني أعتقد يمكن في بداية السبعينات. أبوه كان بحار، وعقب ما تقاعد من البحر والغوص وكذا صار عنده دكان صغير في فريج الصنقل في
في المحرق، وكان يبيع أشياء بسيطة حق يعني أهل الفريج، وكانت عنده بس هواية يعني حسب ما كان يعني فوني يخبرني، يقول هذه الهواية الوالد ما جعلت الوالد يعني انه هو مثلا يجمع فلوس شوي له، او انه تكون في مصاريف يطور فيها من حاله ومن حياتنا وما شابه، لان مشكلته كان يحب المنافسة مع طبعا اجهزة الجرامافون. كان عندهم عاد الاوليين لما طلعت اجهزة الجرامافون اللي هي السحارة ما تسمى، اللي فيها اسطوانات يحطون فيها الاسطوانات، فيون ثلاثة إلى أربعة، البوري يسمونها البوري بعضهم، فيون ثلاثة أربعة كل واحد عنده الجهاز ماله، ويقعدون في الدكان، دكان جاسم محمد وبوفوني، ويبدأون يعني يسمعون الاسطوانات. الاسطوانة اللي يعني تواصل ما تنقطع، يعني يصير عبارة قوية، الجهاز قوي والشارج الكهرباء اللي فيها يعني صاحي، وبقية الأجهزة توقف، فهو يأخذ الأجهزة مالتهم. يعني حين مثلا يعني إذا كان يفترض أنه يعني أبو فوني جهازه مستمر يشتغل، وذلك أجهزتهم ثلاثة يعني أجهزة وقفوا، فهو يأخذ أجهزتهم. اللي صار بالعكس، دائما جهازه هو يوقف أول واحد يوقف، فعلى طول من البداية مسكين خسران يعني. فيقول الوالد يعني ما خلالنا شيء، ما ورثنا منه شيء غير كم من يعني جهاز الميكروفون جرامافون عتيج وذي، لكن الحمد لله احنا شلنا روحنا واشتغلنا وكذا. طبعا كانوا مع اخوين اثنين سالم ومحمد، كانوا ايضا بحارة، وبعدين اشتغلوا في شركة بابكو. وفوني طبعا اختط طريق الفن واصبح من المطربين، كان على مستوى الحي، لانه ابتدى عمره 13 سنة يعزف العود، من عود يعني صنعه بيده كعادة المطربين الشعبيين القدامى، انه يختار يعني صندوق او علبة صفيح ويحط عليها اوتار ولوح وكذا ويبدأ يتمرن. طبعا كانوا قبل يشتغلون تبابة في البحر، او يشتغل عامل، او يدش البحر طبعا مع واحد مثلا او مجموعة. فالفلوس اللي يجمع فيها استطاع انه يشتري له عود يعني مستعمل، وكان يواصل فيه. بس اللي خلاه يتطور على عزف العود والغناء، وبالذات في ذيك الفترة نتكلم احنا في الثلاثينات تقريبا، هو من مواليد 1928، فأواخر الثلاثينات كانت دور الطرب منتشرة. طبعا هناك في دور طرب، دور السامرا يسمونهم، اللي فقط ينعزف فيها ويغنى فيها الصوت منتشرة، وكانت دور الفجري والفنون الشعبية الغنائية، أغاني البحر وما شابه، هذه طبعا لها دور خاصة أيضا. ففوني كان في طور التدريب، كان يعلم روحه بروحه ويسمع الاسطوانات. كان يقول لي ان انا تعلمت المقامات الموسيقية من اسطوانات اللي توصل طبعا البحرين، ويشترونها طبعا بالذات اصحاب المقاهي في المنامة والمحرق. فيقول الاسطوانة فيها اسم المطرب وفيها اسم المقام، مقام الأغنية ذي اللي يغني فيها المطرب، وفيها تقسيم يعني قبل الغناء المطرب يقسم
فيقول أنا تعلمت التقسيم وتعلمت المقامات من الأسطوانات، من الأسطوانات اللي كانت موجودة وأسمعها أنا في المقاهي الشعبية. اللي مثل ما قلت اللي طورها أكثر في العزف والغناء كان كل يوم جمعة، كان لما يروح صوب البحر، كان هناك طبعا على السيف بيت عائلة العمران اللي هو طبعا بيت أحمد العمران وأخوانه وأبوهم، وكان في المجلس عقب صلاة الجمعة يقعد من في المجلس يقعد الموسيقي المعروف طبعا اللي هو رائد التعليم الموسيقي في البحرين جاسم العمران، هذا اللي تعلم في اللي تعلم الموسيقى كعلم يعني وفن في العراق في بداية الأربعينات، رجع البحرين وصار عنده عبارة مدرستين، أجر لبيت في المنامة وأجر لبيت في المحرق وتم يعلم موسيقى في المحرق والمنامة، ومن ضمن طبعا الطلبة اللي درسوا عنده أحمد خالد ومجموعة طبعا المطربين عبد الواحد عبد الله وعلي خالد، وكان عبد الواحد عبد الله المطرب الراحل الله يرحمه كان أيضا سكرتير جاسم العمران، هذا حسب طبعا روايات من اللي عاصروهم. فكان يوم الجمعة يجلس في المجلس العمران اللي هو مثل ما قلنا جاسم العمران وصديقه يوسف قاسم الفنان التشكيلي والديكوريس ومصمم الديكور، كان يعزف يوسف قاسم على الكمان ويعزف جاسم العمران على العود، فكان يطلع عليهم من الدريشة من النافذة ويبدأ يعني متشوق أنه يجلس معاهم ويتعلم وكذا، فكان يطردونه لأنه كان أملح يعني لباسه بسيط ولا على رأسه قترة ولا ذي حاسر، وهو شقي من صغرته يقول يعني أنا كنت يعني عفريت ما حد يقدر يعني يودني عدل شنة محمد وجدي يعني شنة. عموما فتم يشتكي حاله يعني والظلم، يعتبر هذه ظلم بالنسبة له يعني، يقول هذه أنا يعني موهبتي الموسيقية وأنا أحب الموسيقى وأحب كذا، وذلك كل يطردوني. كان يشتكي حق رفيجة مرزوق مال الله، واحد اسمه مرزوق لاعب كرة شهير كان في الأربعينات في المحرك، كان صديق فوني واحد أسمراني كذي، فقال له شو الحل يا أخوي أنا أبقى أجلس معاهم علشان يعني أستفيد، قال له يا فوني يعني يا يوسف أنت ما تشوف روحك، أنت ما طلع روحك في المنظرة، هذه شيء واحد شيفة ريال كذي أو شاب يعني فنان تتنك واحد يعني بحار على السيف كذا، ما يصدقون ان انت فنان، قال خلني اراويهم يعني ان انا اعرف اعزف وكذا، قال لا لازم تعدل مظهرك خلي يشوفونك شكلك غير. فعموما يقول يعني قال لي هاي الثوب شوف خلي الوالده تشوف لك ثوب نظيف وتخليه تحت الفراش علشان ينكوي طبعا ما في، وقترة بعد كذي نظيفة وبعد، وطول الليل انت راقد على الفراش ذي علشان يعني ما يصبح الا كل شيء اوكي يعني. يقول سويت ليلة الجمعة وضبطت اموري ورحت لهم علي عقال وقترة وثوب نظيف وما شابه، وتمت اطلعهم عند الدريشة شافوا واحد غير، فيقول اسمع يوسف قاسم يقول حق جاسم العمران مو بذي الولد ذي الاملح اللي كان
طالعه. قال والله كنا هو تدري خلنا النادي ايش عنده بي ايش يبي. يقول نادوني وقلت لهم قصتي عموما، انا اعرف اعزف عود وعبي وانا مشتاق ودي سامع عنك استاذ جاسم ونبغى نتعلم منك وكذا. قال طيب سمعنا. يقول واخذ العود واتمر انجف واتم اعزف لهم. استغربوا، واحد في هالسن عمره 13 14 سنه يقول حتى انا قصير والعود يعني عود عليه كذي لكنه يعني قادر عليه يعني. فيقول تم يعني وايد استانسوا طبعا من العزف، ودعوني ان انا كل يوم جمعه اكون معاهم في المجلس. فتعلمت من يوسف من جاسم العمران الموشحات الموسيقيه والبشارف وبعض المقامات، وحصل توجيهات طبعا. بالنسبه حق فوني نسيت انا اقول شلون صار اسمه فوني او لقبه فوني. يقول لي يوسف طبعا، هذه طبعا يعني المصدر يوسف نفسه الله يرحمه. انا قعدت معاه حوالي 3 شهور قبل تقريبا يعني لا اسجل معلومات عن الكتاب. كنت ابقي اخلق علاقه حميمه بيني وبينه علشان استطيع اني يعني اقنع انه يعطيني معلومات. والاوليين على فكره حريصين وحذرين وايد يعني، خاصة المطربين. فمن ضمن المعلومات قلت له طيب انت اسمك فوني، يسمونك فوني شلون يعني؟ قال الوالدة انا اصغر اخواني، انا اصغر اخواني، فلما العب برا وخلص اللعب وذي اي علشان اكل لي شيء خبز ولا تمر ولا غيره، فهي من زود تدليلها لي، من زود دلالها لي ومحبتها لي، من ادخل من الباب وفرشت يدها كذي واستقبلتني حي الله يسفوني 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 عراقيه يسفوني وكذا. فتحورت بعدين من يوسفوني إلى فوني. فيقول صار اللقب يعني لا علاقة بالفن حتى بعد مرة واحدة. فهذه جزئية محمد. كمل أسئلتك تفضل. ما شاء الله. طبعا أنت الحين خليتني أستغني عن سؤال أنت جاوبت عليه ما شاء الله عليك. تفضل. فإن شلون المطرب الراحل تعلم العزف على آلة العود، فأنت جاوبت فكيت اختصرنا أمانة اختصار. أوكي. عموما كانت الأغاني اللي يسمعها في المقاهي هي حسب ما عرفنا اللي تأثر فيها. هل هي اللي كانت تأثر فيها أم كان وجود ضاحي بن وليد ومحمد بن فارس وجودهم هم له تأثير عليه هو، خاصة أنه كان أصغر سنا بالنسبة لهم، فهل كان لهم تأثير عليه؟ سؤال مهم جدا الحقيقة. طبعا ما بين يعني فوني في السن وبن فارس وضاحي طبعا حوالي 15 إلى 20 سنة، لأن محمد بن فارس مواليد 1895 وطبعا ضاحي بن وليد مواليد 1896 بينهم سنة واحدة، وفوني طبعا 1928 مثل ما قلنا 1928 هذا لك يعني مواليد نهاية القرن 19 اي نعم 1928. بالطبع يعني ان التأثر كان شديد. محمد بن فارس كان يعتبر علم من اعلام الموسيقى في الخليج، وفي المرحلة اللي كان فيها فوني تعلم العود وبدأ يروح الدور الشعبية، راح دار عبد العزيز
في المحرق انقال لعبد العزيز، وكان هو يعتبر من يعني مغني الدار. يعني هناك الأوليين كان كل دار مثل الكازينوهات في مصر مثلا وفي سوريا وفي العراق، في لهم مطرب معين خاص لهذا الكازينو. عندنا في البحرين أو في الخليج لهذه لكل دار مطرب، خاصة دور الطرب، دور السمرة، دور الطرب مثل النهامين، النهام في الدور الشعبية، دور الفجري، أيضا في دور السمرة، دور الطرب، هناك في مطربين يتعاقدون معهم أصحاب هذه الدور. فكانوا يعطونا 5 ربيات في الشهر وقوط الجقاير، يعني كل 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 ليلة يمعة لما يجي قوط الجقاير بارز له نويكت والله أبو قطو والله أبو يمل، والخمس ربيات بارزة. فيقول يعني هذه كانت ثروة، يعني استانس يقول ناخذ 5 ربيات نحطها في تبين، يقول تبين شفاف الخبر، أول خلاقين شفافة يعني خاصة في الصيف. فيقول يعني بديت أنا أتمرس ويعني أتدرب أكثر وأركز وأحفظ أصوات محمد بن فارس وأصوات لاحي، لأن خلاص بدأت تنزل لهم أسطواناتهم، فأصبحوا لقدوة. لكن كان فوني يمتاز بالاستقلالية، كان شوية في تمرد على يعني أقرانه. يقول أنا ما استمريت وايد مع الأصوات، يقول تميت وايد أتابع الأغاني المصرية والأغاني العراقية والأغاني اليمنية والعدنية، وهذه خلاني أنا يعني ذائقتي الموسيقية بديت ألحن وأهتم بتطوير يعني هذه القدرات اللي عندي، لحد ما تم يطلبوني في العروس، يطلبوني في القعدات الخاصة، يطلبوني في كذا، وكثرت البيزة، يعني تموا يعني الهدايا، يعني لما مثلا أشخاص موجودين في الدار أو في قعدة خاصة، أحيانا لما يعجبهم مطرب معين ما يكتفي فقط بالمبلغ اللي يعطيه صاحب الدار اللي هو 500 ربيات أيام الربية، فحتى ذيلا التجار اللي يحضرون مثلا أو ناس زايرين، ناس من الكويت ولا من السعودية ولا من قطر ولا كذا، هم بعد يعطون المطرب، يعطون عبارة هدايا أو جوائز. فيقول أطلع من اليلسة عندي حوالي تقريبا 40 ربية 50 ربية، وين تحصل هذه؟ فيقول تمت يعني أول لحن كان جدا طريف بالنسبة له. يقول كنا نلعب في البراحة في الفريج، نلعب كرة خبر، لا زال مراهق يعني شاب وذي. فيقول عطشت أنا من كثر اللعب والمراكض وراه الخلاقين، لأن كور ما ميش خلاقين مسمته كذي وصايرش إنه كورة شوت للشوت. فيقول عطشت، طقيت الباب الفريج يعني، فطلت علي واحدة من البنات بنية البيت يعني، قلت لها بغيت ماي، يقول بدال الماي جابت لي شربت، يقول حبتني، يقول على طول اعتقدت انها حبتني.
قلت له بس يا با يوسف يعني مو يعني مو من أول مرة وكذا. قال لا أول من أول مرة عادي. حسب وكان يعني صاحب نكته وصاحب وظريف جدا ولطيف وعنده قدرات حتى تمثيلية يعني. فطلعت عنده يقول أول لحن لحنته وأول كلام كتبته لأنه أيضا يكتب كلمات. كاسين ليمون وشربيت اسمها الأغنية وسجلها أول اسطوانة له مع مجموعة اسطوانات بني على ذكرها الحين حاليا. فيقول يعني استلهمت أنا من كاس الشربت أغنيتي الأولى وصارت البنية يعني اللي قدمت لي الشربت ذي الملهمة. وتميت يقول لي فكرت فيه قلت ظنيت إنه خلاص حبتني يعني لكن بعد يقول ما وعيت عقب شي شهرين إلا يقول اخطبوها. تبي خاطري تقول الوالدة تقول أنت عاد لا أملح يا أمك خلك مع الطرب وأنت بعد مطرب ما يعطون المطربين. فعموما سامح أبو محمد على هذا كمل بس في أسئلة بعد أكثر. بالنسبة حق الأسطوانات الأولى اللي غناها فوني وسجلها في البحرين طبعا خلاص هني في البحرين جات الأسطوانات من 1948 يعني فوني تقريبا عمره 20 سنة. يحيى عمر قال قطابة السمرة كاسين ليمون هذه الأسطوانته. أنا ويلي على خل جفاني تمنيت الصبا قال مصيوب الغواني يا سعدي أنا الليلة. وبدأ يعني يبحث عن النصوص ويبحث عن الكلمات لأن ما كان في دواوين إلا بالذات خاصة الأغاني الشعبية ما كان في دواوين خاصة بالأغاني الشعبية والأغاني الدارجة واللهجة الدارجة اللي موجودة قليل من الدواوين باللغة العربية الفصحى يعني المتنبي والبحتري وغيره وغيره. فكان ينقال له شاعر محمد بن حبتور. هاي محمد بن حبتور ما يعرف يقرأ ولا يكتب بس شاعر بالسليقة شاعر يرتجل حتى الشعر وشعره موزون. غنى له طبعا إبراهيم حبيب مجموعة أغاني ومجموعة يعني بعض المطربين في البحرين من ضمنهم فوني غنى له يوسف فوني. قال مصيوب الغواني غنى له سعدين الليلة. وبعدين حمدان ناصر واحد من الحسا تم راسله من الأحساء وكان طبعا اللي هو يحيى عمر طبعا يمني أو عدني. كانت قصائد منتشرة في الخليج وغنى له طبعا محمد بن فارس وغنى له ضاحي وغنى له محمد زويد وغنوا له المطربين الكويتيين والقطريين والشعبيين. واستمر فوني طبعا كمطرب مشهور وهو في سن الشباب. كان صغير كان أصغر واحد من اللي كانوا في جيله وأصبح نجم من نجوم الغناء في البحرين وبدأ يتهيأ إلى يعني انتشاره على مستوى الخليج. فضل. يعطيك العافية أبو خالد. على أساس ما نطول عليكم آخر سؤال وراح نفتح مجال للإخوان. أبو خالد كثير من المطربين ومحترفي الغناء كان لديهم وظيفة أساسية تختلف عن مجال الغناء، فهل عمل يوسف فوني رحمه الله في مهن أخرى غير الطرب والغناء؟ نعم
بالنسبة حق فوني طبعا مثل الشباب في جيله، شباب البحرين في فترة الأربعينات، من لحد الآن في الأربعينات طبعا، في أواخر الأربعينات، هو ما كمل مثل ما قلنا، شوي متمرد وما يحب يقعد في مكان واحد دائما فترة طويلة، يحب يقعد مع عودة وايد، تمرن يعزف. كانت في هناك في المحرق بيوتات خاصة للزقرت، يعني للشخصي، بعض الشخصيات والرجالات في المحرق حتى في المنامة يقول لك هذه بيت للزقرت، زقرتي لازم يكون عندك بيت خاص مثل الصالون كذي، يعني صالون مجلس صغير يلتقي مع ربعه، يلتقي مع كذا، يستانسون يسولفون ياخذون راحتهم. ففوني كان وايد محبوب ومطلوب في هالاماكن الخاصه، في بيوت الزقرت ذيلن. يعني استاذ علي اكيد يعرف الزقرت والمحرق، يعني معروف ومحملك وبعد موجود عاصر شوي، يعني شوي عموما احنا نقول بيوت الزقرت. ف في خلال يعني فترة نهاية الأربعينات كان فوني بدأ يشتهر مثل ما قلنا، وبدأ طبعا يعني يغني يعني في الأماكن يعني الخاصة، المجالس الخاصة وفي العروس وما شابه، وشارك في نادي في مسرحيات كان يعدها يكتبها ويخرجها الشاعر عبد الرحمن المعاودة. شاعر عبد الرحمن المعاودة كان عنده مدرسة الإصلاح المحرق، وأيضا من باب التنوير النهضوي وتقدم المجتمع والثقافة وكذا، الرجل كان يحاول أن يساهم حتى من خلال المسرح، فيختار مسرحيات مكتوبة باللغة العربية الفصحى أو هو يؤلف مسرحيات، يختار شخصيات من الشعراء أو من يعني الخلفاء أو ما شابه وكذا، ويشتغل عليها في صياغة شعرية، مسرحية شعرية، ويختار الممثلين ويدربهم وكذا. فكان يختار يعني يوسف فوني أنه يغني ما بين الفصول أو يعزف، لأن كون فوني بعد كان تعلم يعزف الكمانجة، يعزف كمان، فكان أيضا بعد يعني يشارك في هذه المسرحيات. وطبعا بعدين يعني في الستينيات أعتقد ممكن عاصر أبو محمد هذا الموضوع، نادي المحرق الثقافي كان فوني أيضا يغني في حفلاتهم. أعتقد أن يعني فوني يعتبر من أول المطربين اللي عاصروا افتتاح إذاعة البحرين ب 1955، وغنى فيها وصلات الغنائية، غنى فيها وصلات الغنائية وذي شهرته أكثر. وبالنسبة حق علاقته أيضا الحميمة مع الفنان العماني سالم راشد الصوري، هذا الرجل من صور في سلطنة عمان، ذهب إلى سافر من عمان إلى الهند فترة معينة، اشتغل في عدة أعمال ومن ضمنها طبعا الاستوديوهات لتصنيع الاسطوانات وتسجيل الاسطوانات،
خبرته ذي كلها جابها البحرين، وأقام في البحرين يمكن في حدود يمكن 25 سنة أو أزيد. عنده كان محلين، محل في المحرق ومحل في المنامة باسمه، وكان يسجل اسطوانات. وفي مجموعة صالح وإبراهيم تقي أيضا، بعد كان عندهم بحرينيين، كان عندهم محلات لتسجيل اسطوانات. عبد الحسين السعاتي وعيال السعاتي كلهم تقريبا، إسماعيل وعبد الحسين كان عندهم أيضا، لأنهم بعد اللي جايبين أول ماكينة تسجيل اسطوانات في 1928 هم اللي جايبينها. فاستفاد يعني فوني من هذا الجو الفني وهذا الحراك الثقافي والفني اللي استطاع من خلاله أن تبرز قدراته في اللحن وفي في الأغاني، وأصبح من أشهر نار على علم ليش الفترة. زاد فضلك يا أبو خالد. خلصت أنت من المنسي، بس الناس اللي موجودين ما خلصت منهم. نفتح المجال فيلم بعدين. أي الفيلم بعدين نفتح المجال للمداخلات، اللي عنده سؤال أو مداخلة يتفضل. عضو مجلس إدارة في جمعية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وعضو في مركز عبد الرحمن الكون الثقافي. عندي سؤال حق أبو خالد، فما أدري هالمعلومة صحيحة ولا لا. يقولون الله يرحمه كان فنان رسام يعني، وأنا شفت على ما تقول المحل الزقرت اللي تقول عنه كان موجود في محرق وراء مجوهرات الرتلال، تبتسم اكيد رايحه. فكان يعني بيت، وحتى اقول هاي شل يعني الحجره كلها، ويقول هو يرسم. انا طبعا شفته بس في محلات ثانيه، بس هل هو فعلا كان رسام يعني؟ شكرا. هو فعلا سيره فوني بالتفصيل موجوده في الكتاب طبعا. انا يعني قاعد الخص شويه على اساس ما اطيل على عليكم يا اخوان يا اخوات. فوني ايضا كانت عنده عده مواهب، وليس فقط التلحين والغناء والعزف على اله العود والكمنجة. كان رسام، ورسام متمكن حقيقه. في الكتاب موجوده بعض لوحاته. ايضا كان ممثل، كان عنده القدرات بروحه، كان يسجل ويقلد أصوات، يعني أدي أدوار عديدة بروحه. دي الأشرطة سمعت، كان يسمعني إياها أيام ما كنت أنا أسجل سيرتي. تميت معاه مثل ما قلت لكم أخواني وخواتي 3 أشهر، وأنا تقريبا في الأسبوع ممكن مرتين 3 مرات أروح المحرق، ونقعد من الساعة 4 للساعة 12 في الليل. طبعا موهبة ثالثة كان طباخ. الله طباخ ابو حسين يدري يعني، اكيد اكيد كلب من طبخات يعني يعرف المكابيس والامور هذه يعني كل شيء ما شاء الله. لا في 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 بعد ابتكارات في الطبخ، يعني ابتكارات. بالاضافه الى ذلك انه كان مصور ايضا، وتعلم التصوير والدارك روم، ودارك روم وتحميض الافلام وما شابه، على يد المرحوم يوسف العكاس. استوديو ماله طبعا في يوسف العكاس اللي هو صاحب استوديو البحرين، صاحب استوديو البحرين جاري هو هناك البحيرة. فيوسف ما شاء الله كان فنان متعدد المواهب. سؤال ثاني تفضل استاذ. دكتور عبد الله اسماعيل، ونعم فيك الله يسلمك. أنا ما ثني على كلام الأساتذة، يمكن أنا ما لحقت عيل إلا صغير، هو يصير ولد عمة الوالد ما شاء الله. إي و... فيك شبه شوي صدق؟ لا هو أحلى مني. أنا كنت يعني كنا إحنا لأن صغار كنا نسميه، ما نسميه في البيت لعمي دندن. نعم وإحنا صغار شو يسمونه؟ عمي دندن. يدندن لأنه يدندن على العود. الله أكبر. ومثل ما تفضلت هو أنا أعتبره فنان شامل. صح. ما كان بس يغني، يرسم، يصور، ينحت،
أي آلة طب فيها ممكن يعزف عليها، أي ورقة حتى تدخل عليها الغرفة، الكلينكس قواضي الكلينكس يرسم عليهم، قواضي الكبريت يرسم عليهم، ما عنده ورقة أو قلم الكبريت الله يسلمك يحرقه ويبتدي يرسم بالفحم عليه. حتى في قصة سمعتها أنا ما أدري يمكن كنت تعرفونها، في مرة كان رايح أظن مصر وكان في يالس في الريسبشن عبد المطلب، أيوة، وفي أحد المطربين الكويت المصريين مشهورين نايم على في الريسبشن، وهو في أحد قاعد يشوفه يولع كبريت ويطفي يولع كبريت ويطفي، فأي أحد أسئله قال إيش قاعد تسوي، فروى صورة الفنان المصري وهو نايم راسمه بالأعقاب الكباريت. ما أعرف أنا اسم المطرب ولا أعرف بس سمعت القصة، فما أعرف أتوقع يمكن تأكدونها. فهو ما كان فنان عادي، كان فنان شامل. صح. كل شيء كان يسويه. صح. صح. أنا كواحد ياهل في صف الأول يمكن إذا كان عندي وسيلة في المدرسة أو شيء روح حق عمي دندن يسويه لك. فكان أي وسيلة أي مجسم تروح له على طول قلت له هاي عادي سويه لك ويعطيك إياها. صاج صاج حبيبي. يعطيكم الصحة والعافية. لا في الكتاب موجود تفاصيل بكلها اللي تفضلت. طبعاً الله يرحمه. محمد أبغى أضيف شغلة يعني طريفة شوي حق الله يرحمه العم يوسف. من كثر ما كان هو يعني عاشق للفن التشكيلي والرسم، وكان مشهور مثل ما قلنا كمغني وفنان. طبعا الفنان في معجبين رجال وايضا نساء يعني. فيقول لما يعني كانت مثلا واحده عجبت اسطوانتي يعني، وانا مثلا في مكان في محفل او ما شابه، يقول يعني تين رسائل، تين رسائل يراسلوني يعني، يراسلوني يذكرون اعجابهم يعني ببعض البنات يعني المعجبات. فيقول يعني انا من كثر يعني اعجابي بما تقدمت به من كلام طيب لي، فيقول اطلب منها ان ارسمها، فاضطر صورتها ارسمها لها وارجعها لها. والهاي بس من كثر تقديري انه بس ما يقول لك شكرا، هذه بعد رسمه مجانيه من عند يوسف لك. شوف شلون يعني. تفضل. زاد فضلك. سيره جميله. مثل ما تفضلت انت قلت انه كان مصور بعد. اي مصور. يعني الله يرحمه لو كان موجود بيكون منافس حق استاذ عبد الله دشتي ابو محمود. أستاذ علي فخرو تفضل. السلام عليكم. علي عبد الله فخرو. نعم فيك أستاذ. الله يسلمك. أنا بس بضيف شيء في صفة يوسف فوني الله يرحمه، أن لما يدعونا حق زواج أو حفل عمره ما قال بهالكثر، ويقولون له بكم تحيلنا ذي الحفلة مثلا، بيسكت يقول تتبوني ساعة كم مو تتبوني آيي، اللي يعطونا ياخذ، ما عطوه بس ماشي يروح البيت. هذه بس انا يعني بقيت اضيف ذي الخصله الطيبه اللي كانت فيه، لانه هو كان جارنا يعني نعرف عنه اشياء وايد. اي نعم. الله يسلمك. تفضل. عزيز نفسه كريم كان الله يرحمه. وذي ترى اغلب المطربين حتى زويد كان بعد هاي طبعه ما يقول حق الشخص اللي عزمه كم يبغي، يسألونه كم بغيت يا أبو خليفة يوسف، كم بغيت ويعني كم سعرك، قال لهم لا. فمن كثر هذه الأخلاق وهذا التواضع يعطون أكثر من حقه، يعطون أكثر من حقه. ويكفي أن يوسف احترف الفن مبكرا. احنا قلنا كان سألني أنا نسيت بعد، سألني أبو محمد عن الأعمال اللي اشتغلها. مثل ما قلت أنا أنه درس بس ما كمل، وصل لصف يمكن الخامس الرابع الخامس ابتدائي. يقول لي هو طبعا بكثر شوية قسوة بعض المدرسين
قبل كان وايد يعني يضربون شوي تعاملهم بشدة، فيقول أنا ما تحملت لأنه طبعه يعني شوي ما يتقبل يعني الإهانات أو ما شابه، فيقول طلعت. فاشتغل وين؟ اشتغل في بابكو فترة، اشتغل في بابكو. عقب ما اشتغل في بابكو رجع فنش واشتغل في البلدية. البلدية متى؟ وقت البطاقة، وقت يعني التموين، بطاقة التموين أيام الحرب العالمية الثانية في 1942-43. فكان هو يقوم بتوزيع البطاقات على المواطنين المحرك. بس من عقبها يمكن حوالي سنة سنتين عقب ما انتهت الحرب احترف الغناء، أصبح هذه معيشته. نعم. لحد وفاته الله يرحمه. الله يرحمه. يعني 50 سنة وأكثر فقط هذه عمله، وكان عايش بكرامة ويصرف على البيت ويصرف على عيال أخوه ويصرف على رجل عاش بكرامة ومات بكرامة. الله يرحمه. الله يرحمه. الأستاذ الفنان جعفر حبيب محمد. محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شكرا لمركز كونو على هاي الأمسيات الحلوة، وبالنسبة لفناننا هشام إبراهيم يعني شهادتي في مجروحة إبراهيم ما يحتاج يعني. عن مسألة موضوع يوسف هوني، طبعا بيتي يم بيتهم، احنا فريج واحد، فريج الصنقل يقولون فريج زيان حاليا، وكنت أتمنى أن يكون أخوي موجود الليلة، بس أخوي مريض في البيت طايح ما يتحرك، لأن أخوي هو المرافق الوحيد اللي حق يوسف فوني كان بكل حياته، فعنده أسرار عن يوسف فوني أكثر من إبراهيم وأكثر مني وأكثر وأكثر، لأنه كان مرافق في كل طلعاته، اللي هو يوسف حبيب أخوي كان صديق الروح بالروح. أنا بالنسبة لي عاصرت يوسف فوني كشاب توني، هو أكبر مني، كنا عندنا نادي المحرق الثقافي، مو محرق الحالي فريق القدم، لا عندنا في نفس الفريج نادي المحرق الثقافي، كنا نسوي حفلات شهرية، كان من ضمن المطربين محمد بوشقر الله يرحمه وفوني، وكنت أنا أصغر واحد فيهم في هالمجموعة من المطربين الشباب، كنت أنا أصغر واحد فيهم في تلك الفترة. يعني أنا إبراهيم اللي بوصل لنقطة، انت كفيت ووفيت والاخوان تكلموا عني يوسف بوني، يوسف بوني مثل ما قلت انت رسام فنان يكتب لي، لكن انا بأسأل سواء المطربين القبليين يا ابراهيم او المطربين الحاليين، انا تصور لي في فنانين دشوا من الدرايش ما دشوا من البيبان للاسف، يعني ليش؟ لان ما في لجنه مختصه في الاصوات، لا في ذاك الزمان اللي كان في زويد أبو شيخة وسفوني والجماعة ذلين، ولا حتى في أيام نحن الشباب بعد كانت في لجنة كل واحد يروح القاهرة يسجل لغنيتين ويجيبها، لا حسيب ولا رقيب. فمن كذي لما تبطل إذاعة الشعبية اليوم في البحرين تسمع، خلي القبلين خليهم ذلين، أنا أتكلم عن الشباب الحاليين، تلقى أصوات يعني كلها نشاز وأصوات مفروض ما تذاع الإذاعة، بدليل أن أنا كلمت مدير الإذاعة شخصياً قلت له أنا بسألك سؤال، هل إذاعة البحرين حكومية أو تجارية؟ إذا كانت حكومية لازم يكون في ضوابط، في لجنة أو في واحد متخصص بالأصوات يقيم الصوت قبل تذاع أغنيته في الإذاعة. أما إذاعة تجارية حطوا الطماطة اللومية حبك الأحمر هالأغاني اللي تسمعونها أنتوا، هذه تجارية حطوا اللي بتحطون. لكن إذا كانت حكومية أخو في ضوابط، أنت ليومك هذه، خلي القبليين ما خلوا في زمانهم، خذوا وقتهم مشوا، بس الحاليين يعني أكاديميات ومعاهد ودراسة وشباب يروحون يجلسون، يعني مو معقول أن تسمع أصوات تنحط في الإذاعة، مو بأصوات مو الغنص للأسف يعني. فأنا أبوصل لحد نقطة إبراهيم، أن يوسف هوني كصوت هل تشوفه أنت صوت جيد؟ كصوت أنا محاجك كفنان هاي قلة على جنب، بس كصوت يعني، فهذه سؤالي. ومثل ما قلت وكررت وتكلمت اليوم
مفروض يكون على الأقل حاليا في إذاعة البحرين تكون في الفنانة هدى عبد الله، هي متخصصة في الإذاعة، هي اللي تقيم الأصوات الجديدة لأن هي دارسة في الكونسرفتوار في قسم الأصوات، فهي الوحيدة اللي تقدر هي تميز. للأسف وين هدى عبد الله؟ فنانة درست 7 سنوات في القاهرة وهي قاعدة في البيت الحين، ما قاعدين الأعلام يستفيدون منها للأسف. من شيء تبقى في الأصوات اللي قاعد تغنى، كل واحد صارفه يروح القاهرة على حساب يسجل غنيتين ويحطهم في الإذاعة، القصر إنه يبي يغني بس هو قصر. فأنا بس أبي أسأل إبراهيم سؤال، هل صوت الفنان المرحوم يوسف بوني من الأصوات الجيدة؟ شكرا جزيلا. شكرا محمد على سؤالك المهم جدا، وأنت رجل أكاديمي وصاحب تجربة الأغنية البحرينية ورافد وروافده، وإحنا نعتز فيك الله يسلمك، نعتز في كل الإخوان اللي في جيلك. قياساً بالزمن اللي كان في فوني، طبعاً يعني أصواتهم هذا اللي موجود، قد يختلف شخص يعني معانا ويتفق وما شابه، ولكن كانت لجماهيرية، يعني كان مطلوب مثل ما الحين في أصوات كثيرة مثل ما عارف الله يسلمك، يمكن يعني حسب أذواق المستمعين في بعضهم يقول لك لا والله يعني هذه صوت مو، لكن جماهيريا ماشي. فقياسا لذاك الزمن احنا نقول فوني والله غير فوني، يعني حتى محمد بن فارس يعني بالنسبة حق ضاحي، محمد عبد الله سالم بوشيخة، علي خالد، هناك في أنواع من الأصوات تعبر طبعا عن شخصياتهم، لكن نقول احنا معذورين قبل لأنه ما كان هناك في جانب أكاديمي أو ناس متعلمين أو ناس يعني ممكن يكونون هما في مكان إن يقيمون، مثل ما كان في مصر اللجنة اللي كان فيها عبد الوهاب ورياض الصنباطي، يعني حتى عبد الحليم ما طلع إلا عقب وياما في ناس تعطلت حتى ما وافقوا عليه، يعني لكن عقب فترات يعني من التدريب وما شابه. ولكن يعني ملخصا لجوابي مثل ما قلت لك الله يسلمك، هو يعتمد على الزمن اللي كان في فوني وذوق الناس اللي كان موجود، وهاي زمن وراح يعني يبقى فيه تراثنا نعتز فيه بحكم بساطتهم وبحكم يعني قلة معرفتهم، محاولتهم، جسارتهم، تقدمهم، حماسهم، ذي بروحه يكفي. لو ما صاروا هم وصلنا احنا، لو ما طلعوا هم يعني انا كنت وانا صغير لما اسمع عبد الله سالم بوشيخه، يعني كانت اسرته وقت الفن بتيل بديع عشان تقدم حفلات المنوعه، لان تلف هي طبعا اسرته وقت الفن في القرى والمدن وتقدم حفلات متنوعة من ضمنهم أغاني. فلما نسمع أن مثلا عبد الله سالم بوشيخة بيكون هو مطرب الحفلة هذه، عالم تيب إذا عرس مثلا بيزويد يغني فيه، عالم يصفوني ناس وايد عالم. بعدين يعني فوني الدليل على ذلك أنه استمر طيلة 55 سنة وأزيد من 50 سنة محترف، أكثر واحد محترف في المطربين الشعبيين هو، يعني لو تلف عليهم كلهم ما عدا طبعا محمد زويد وضاحي ومحمد المفارس، البقية كلهم ذول الناس اشتغلوا، يعني ما يعني مثلا محمد اللي هو علي خالد استمر يشتغل في بنك
بريطاني لحد بداية الثمانينات، عقب تقاعد يعني واحترف الغناء فقط. بالنسبة حق عبد الله سالم بوشيخة كان يشتغل سواق في بنك البحرين الوطني لمدير راعي تاكسي وما شابه وخيره، ما احترف يعني او ما لا يعتبر محترف يعني، لانه ما تقاعد من العمل يعني، بس تقاعد طبعا قبل وفاته كل 6-7 سنوات. اغلب المطربين الشعبيين كانوا يعني يشتغلون، فوني ما اشتغل، لكن عايش كان بكرامة وكان ميسور. حتى اتذكر تذكر ايوه البيت اللي شراه، يعني هو تم مع عيال اخوانه في بيت العود طبعا، لحد ما كبروا الاخوان واعتمدوا على نفسهم وما شابه، هو يصرف عليهم. طبعا ما تزوج، اغلبهم ما يتزوج، اغلبهم. محمد مفارس صاحب الوليد يعني كثير منهم ما تزوج. اقول له يا ابو يعقوب ما تزوجت الله سلمه وكان صغير فوني، قال راح الوقت مال الزواج. يقول يعني يكفي لنا بس ان احنا يحبون، انا كله محبوب. يقول لي انا كله محبوب يعني شلا بعد. قلت له عموما يعطيك الصحة والعافية. قال الحين بس خلاص راحت علينا. رجل صاحب لطافة، يعطيك الصحة والعافية أبو خالد. عموما محمد شكرا على سؤالك، الله يطول عمرك. أتمنى إن شاء الله بس وضحت بعض. إن شاء الله. وعلى أساس ما نطيل عندنا الأستاذ علي فردان، ومن بعد الأستاذ محمد وجدي، وراح نختم الأسئلة لأن في فيلم راح إن شاء الله. تفضل أستاذ علي. مساكم الله بالخير. خير والسرور. شكرا أستاذ إبراهيم المنسي على الشعر الجميل اللي أتحف الأمسية، وشكرا لأخويا أبو محمد أبو خالد على هذا السرد الجميل اللي أخذنا إلى عالم. يعني أنا قاعد أسمعك وأشوف فيلم لحياة فنان حمل الهوية البحرينية ودافع عن الطرب الشعبي بعمله وبمواقفه في ظروف صعبة جدا يعني وقاسية، قاسية اجتماعيا وقاسية عليه يعني وعلى البيئة اللي هو نمى منها. السؤال يطرح نفسه أبو خالد أخوي أستاذ إبراهيم، ألا ترى أن معاناة الفنان البحرين خصوصا في الطرب الشعبي، خصوصا في الأغنية البحرينية اللي هي الهوية، ألا ترى أن في ظلم، في مظلومية؟ إحنا لما كنا في الغربة كنا لما نسمع الأغنية أو نسمع اللحن مع الكوبليه الأول بداية الأغنية على طول نقول هاي بحرينية. إذن الأغنية البحرينية لها شعار، لها هوية، هوية انتماء. هذه المعاناة اللي يعيشها الفنان سواء كان قديما أو الآن يعني ما لها حل، ما لها مقترح، رغم ان احنا اليوم اصبحنا نمتلك المؤسسات المدنية في المجتمع القوية جدا، الدخل مو 5 ربيات، الخير كثير، وسائل الاعلام عندنا قوي جدا، وعنده هذا. ليش هذا يعني الاهمال للفنان؟ أرجو أستاذ إبراهيم أن تذكر هاي الأسباب حتى على الأقل، ولو من باب الصدفة يسمعها مسؤول وتتحرك مشاعره شوي.
ويعرف أن البحرين من غير تراثها ومن غير هويتها وثقافتها وفنونها ومن غير أبنائها المخلصين ما راح تستمر. يعني أنا وأنت تتكلم حقيقة كنت أرى مأساة هذا الفنان العظيم يوسف فوني، أراها في جعفر حبيب، أراها في أبو خالد، أراها في نفسي أنا، أراها في إبراهيم خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وأراها في كثير من الفنانين، أراها في الصالة، هذه الصالة اللي الآن نحتفي بأكبر فنان محترف في عالم الطرب وعالم الفن والثقافة، عزوف حتى الفنانين زملائه وأخوانه في الفن لم يأتوا لكي على الأقل يكونون سبب. أنا حضرت أمسية في سوريا لفنانين المسرح في سوريا، لم أرى فنان سوري متخلف عن الأمسية رغم أنهم يعيشون حالة الحرب وحالة الفتنة، إحنا نعيش حالة الطمأنينة وحالة السكون وحالة الرخاء وعندنا عزوف عن التواجد. وصلت وجهة نظرك أستاذ علي. أرجو أستاذ إبراهيم أن تذكر لما هذا الظلم للجانب الفني إن شاء الله. وهذه مسؤوليتك ومسؤوليتي أنا ومسؤولية كل فنان. جزاك الله خير. شكرا. ما قصرت يا أبو حسين على ما تفضلت بالله يسلمك، وأنا أدري مشاعرك وأنا أعرفك زين، أخ عزيز وصديق مخلص، وكل ما تفضلت بكلام أنا أقدره حقيقة. صحيح يعني اللي خلفوني وإخواني من الفنانين في السابق يواصلون، مع أن على فكرة فوني يمكن أنا هذا يمكن ما ذكرته كان تقريبا شبه معوق، يعني كان يمشي علي ريل واحدة كان يسحبها سحب يروح فيه يروح يمشي ما علي منها يمشي. بس بذيش الفترة كان في هناك في احتفاء للفنان، احتفاء من قبل المجتمع، يعني كانوا المجالس الناس الميسورين الحال مفتوحة تستقبل الفنان مثل ما قلنا مثل ما قال الأخ علي، إنه يعني فوني ما كان يقول كم، لا يعطونه أكثر من اللي يبغي، كان مقدر رغم صعوبة يعني الأوضاع، ولكن كان الفن يعني اهتمام، مع أنه ما كانت في وزارة إعلام ولا كانت في هيئة الثقافة ولا كان في يعني مؤسسات، لا وزارة شباب لا وزارة، ما كان فيها أبدا مؤسسات الدولة، كان كلها يعني وزارة التربية موجودة وبابكو والصحة، لكن دي نابع من المجتمع، لأن الفن مرآة المجتمع، مو سهل تقدير، يعني مستوى تقدير الفن يقاس بمستوى تقدير المجتمع اللي أرباب هذه المواهب. نعم. يعني إذا في مجتمع يقدر الفن معناته مجتمع راقي، مجتمع فاهم واعي مدرك بأهمية، لكن لما يكون مثل ما تفضلت يعني المجتمع، أنا ما يعني أنا ما ألوم يعني الجهات الرسمية على فكرة كجهة هي اللي يجب عليها اللي يجب عليهم واللي يجب عليهم، لا قبل كل شيء لازم المجتمع هو
يكون هو اللي يدعم. تخيل لو كانت الليلة القاعدة مشحونة وطلعت الصور وطلعت ويات الصحافة تصور عن مطرب من المطربين تاريخ البحرين اللي يعبر فيها عن 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 لمحة من ملامح تاريخ وتراث البحرين. احنا ما نتكلم عن فوني فقط، نتكلم عن البحرين في ذيك الفترة شلون كانت، وهذا احد عناصرها. زلان كتابي ذاكرة الأغنية البحرينية يتكلم عن تاريخ الأغنية بالبحرين ومحطاتها من 1895 من ميلاد محمد بن فارس ل 2011. كل شيء، ما تم مغني، ما تم ملحن، ما تم شاعر ساهم في الأغنية. جمعت كل التراث الأغنية البحرينية خلال فترة 150 سنة في هذا الكتاب، موجود، سجلناه، مسجل التاريخ، مسجل يعني بدل يتطور المجتمع، وهو من خلال يعني متأكد وزارة الإعلام لو شافت إن الأندية مشحونة، ناس مهتمة بالثقافة والفنون والإبداع والمسرح والعالم رايحة وياية وتتابع وتشوف وتطالع والصحافة شقالة وغيرها، أكيد بتخير وجهة نظرها. يعني قبل كان يعني بداية اللي احنا عاصرنا يعني أبو محمد عاصر بداية الاستقلال، كان لما في عيد الوطني مثلا، هذه طبعا محاضرة أنا ما بحرقها لكن جزئية بقولها، لما تعلن وزارة الإعلام للفنانين حق عيد الوطني، كل فنان معتمد يتقدم بغنيته حق عيد الوطني، تقريبا 30 مطرب يتجمعون في خلال تقريبا شهر واحد يسجلون أغاني خاصة بعيد الوطني. تخيل 30 قصيدة، 30 لحن، 30 مطرب تتسجل في الإذاعة، وفي بعضهم يعطونهم طبعا بعد يعني يكلفونهم يروحون القاهرة يسجلون، وفي نفس الوقت تتصور كل هالأغاني، ناس تشتغل خلية نحل بالإذاعة والتلفزيون. كل ذي راح الحين الإذاعة لما تودي لها أغنية أنت مسجلها على حسابك توديها حق مدير الإذاعة تقول له والله هذه أنا مسجلها وأنت مطرب معتمد بعد، قال لك لا ما ناخذ، إحنا تعطينا إياها مجانا بلاش ناخذها. زين شلون يعني أنا صارف عليها 3000 دينار؟ قال لنا ما عندنا ميزانية. ليش؟ عارف أن أنت ما وراك أحد، ما وراك مجتمع قاعد يدعمك، ما وراك مجتمع قاعد يدعمك. المجتمع يقول لك يعني كيف الأغاني بروحها حرام. مسامح أبو خالد على أساس الوقت بس. نشكر أستاذ إبراهيم. وآخر سؤال عندنا أستاذ محمد. شوي بخلي أستاذ إبراهيم شوي يريح عن الأسئلة. نتوجه حق أستاذ إبراهيم المنسي. طبعا في البداية تدشين إبراهيم راشد مو المنسي. اي لا بس سؤالي لك. اي بس في البداية بشكر أستاذ إبراهيم على هالكم الهائل من المعلومات اللي استفدنا منها حقيقة. أستاذ إبراهيم أنا بعرف سر علاقتك بأستاذ إبراهيم راشد، ويا ليت تتحدثني عن المواقف والذكريات الجميلة بينك وبينه. أجاوب والله بجاوب أبو خالد. لا ما عليه أنا بجاوب. محمد مشكور على السؤال. الله يسلمك. بس أبغى أعرف
شو اللي خلاك تسأل دي السؤال يعني؟ لا دائما نشوفكم ما شاء الله يعني ثنائي جميل يعني في المناسبات وفي الاحتفاليات، فنبي نعرف هالعلاقة الفنية ذي والله بدايتها والذكريات الجميلة اللي محمد أخ وصديق وعشرة طويلة، وفي طبعا توافق الاهتمامات المشتركة ما شاء الله، وفي هالوقت قليل تحصل كذي يعني. أنا أسميه ولد هوى قلبي، عارف شلون؟ ولد هوى قلبي يعني محبتي، يعني أحب بفكري وقلبي ما شاء. بس دائما القلب يقول لك إحساسه أكثر من العقل. مشاعري نحو محمد مشاعر كبيرة يعني. الله يخليك يا أبو، مواقف كثيرة معاي. الله يخليكم على حق بعض إن شاء الله. تبي جوابي؟ أبي جوابك من عندك أنت. جوابي أنا أقول أنا لزيم الدوسري وما أرضى عنه، بحره يداوي علتي واسبح بفنه. أنا لزيم الدوسري وما أرضى عنه، بحره يداوي علتي واسبح بفنه، شلون تدشينه يمر وما كون يمه، أهو فخرنا والفخر يفخر باسمه. جزاك الله خير. الله يسلمك. حقيقة وصلنا إلى الختام، بس قبل الختام بنشوف الفيلم. يا نقرش ويا مياس لا تسمع كلام الناس، حد واشي يا غي زيل يا عيني، يا غي زيل يا عيني. عندك يا فتى وافي ترضى لي بالتلافي، كأنك عامد جافي وتبعدني وتقصيني يا أخي زيل يا عيني، يا أخي زيل يا عيني. لي من أسبابك صابين الحب ما صابك، مطروح على بابك وما هنا. ولد فوني في عام 1928 في هذه المدينة العريقة من مدن دولة البحرين، ولد المطرب الشعبي الراحل يوسف بن جاسم بن محمد الملقب بيوسف فوني. ولقد نشأ فوني وترعرع في حي الزيان، وبعد وفاة والده وهو صغير قامت والدته سكينة بنت إسماعيل البصري على رعايته، يعاونها في ذلك أخوانها. وقد تميز يوسف فوني عن أخوته بحبه للفن منذ طفولته، وخاصة الموسيقى والرسم، كما أن هناك العديد من أفراد عائلة والدة فوني العراقيين يمارسون فن الموسيقى. أما عدد أشقاء فوني فهم اثنان، سالم ومحمد وفوني أصغرهم. بعد أن بلغ يوسف فوني 16 درس القرآن الكريم لدى معلمة القرآن وهي سيدة تدعى عايش البوسطة، وبعد ذلك انتقل إلى مدرسة خاصة تسمى دار العلم، وبعدها أكمل تعليمه حتى الصفوف الأولى الابتدائية في مدرسة الهداية الخليفية، وكان ذلك في أواخر الثلاثينيات. مقاهي أسمع الأغاني ذي الله، وأنا أستصير أسمع الأصوات محمد مفارس وضاحي ومحمد زويد، هذه كانوا رواد المقاهي. إيه في المقاهي كأن مثل واحد اللي يحمي عشق هذا الشيء.
قلبي مال إلى هذا البلد. رحت البيت هذا. جيت البيت وسحت فيه حطبة مدي لوح وسمت فيه هيك. قلت الواحد قمت أدندن. أنا بقول لك أمر على المقاهي أسمع الأغاني دي. الله. وأنا أستصيغ. أسمع الأصوات محمد مفارس وضاحي و قاسم النبران الله يرحمه. فهذاك كل يوم عايش تمر الشباب يعني الظهر وجاسم النبران ويوسف قاسم يعزفون على النوت تقاسيم وطبطقات وبشارف وأشياء يعني قريبة علي أنا. وأنا أطلع عليهم من الدريشة جاسم النبران يقول روح أنت يا ولد من الناس صرت الدريشة عنك طبدوا من هالدريشة. جاسم العمران ساعة تعزف فود وساعة تعزف كمان وانا عاي بعد من هالدي سجنة يعني وعطرت كنا قلت مني روح لك الصوت وتحليش من هذا حار مني انا فتفادكت معاه. ولقد تعرف جاسم العمران على فوني بعد ذلك وأشاد بموهبته وقام بإرشاده وتوجيهه ودعاه أن يزوره في مجلس علي بن موسى صباح كل جمعة ليتدرب على عزف المقطوعات الموسيقية. ولقد ترك هذا التشجيع من قبل جاسم العمران للصبي الموهوب يوسف فوني أثرا طيبا مما حفزه على الاهتمام بموهبته الغنائية. داع صيت فوني في حي الزياينة المحرق وكذلك في الأحياء القريبة باعتباره مطربا ذا شعبية ممتازة رغم صغر سنه. وحين بلغ فوني سن الشباب وكان ذلك في بداية الأربعينيات رشحه أعضاء دار يوسف بن عبد العزيز بأن يكون المغني الرئيسي للدار وكانت تلك الدار تقع في حي الصنقل بالمحرم. ولقد أصيب فوني في بداية مرحلة شبابه بألم في الرأس والذي تحول بعد ذلك إلى رجله اليسرى التي أصبحت شبه مشلولة ولكنها لم تعيقه عن مواصلة مشواره الفني. لقد كان فوني مولعا بالرسم منذ طفولته حتى أصبحت هواية الرسم قريبة جدا من نفسه ودائما ما كان يمارسها في أوقات فراغه حتى أصبحت هذه الهواية متنفسا له حتى أيامه الأخيرة. ولقد برع في العديد من الرسومات التي قام بتنفيذها. سجل فوني أول أغنية له في بداية الأربعينيات لحساب عبد الرحمن الساعاتي وهو صاحب محل تسجيل اسطوانات في البحرين آنذاك وكانت الأغنية هي يحيى عمر قال قد طابت السمرة وهي من ألحان وغناء فوني. وبسبب نجاح هذه الأغنية وانتشارها في الأوساط الشعبية أخذ أصحاب محلات الاسطوانات يتنافسون في تسجيل اسطواناته. أما أشهر أغاني فوني في تلك الفترة فهي كما يلي: كاسين ليمون، أنا ويلي على خل جفاني، تمنيت الصبا، قال مصيوب الغواني وغيرها. يا شراعا وراء دجلة يجري في دموعي تجنبت كالعوادي جيران وراء أدج لا تجري في دموعي تجنبت كالعوادي. وفي عام 1955 سافر فوني برفقة سالم الصوري إلى الهند لتسجيل عدد من الأغاني لحساب محل اسطوانات سالم الصوري في البحرين.
كما افتتحت في هذا العام إذاعة البحرين، وكان فوني من أوائل المطربين الذين سجلوا حفلاتهم الغنائية من خلال الإذاعة وعلى الهواء مباشرة. كما كان فوني أيضا يقوم بمصاحبة بعض المطربين على آلة الكمان في بعض التسجيلات الإذاعية، ومن المطربين الذين صاحبهم بالعزف المطرب محمد زويد والمطرب عبد الله سالم بوشيخة والمطرب الكويتي عبد الله فضالة. أما أهم الشعراء وكتاب النصوص الغنائية الذين غنى لهم المطرب يوسف فوني في بداية مشواره الفني، نذكر الشاعر حمدان الناصر وهو من الإحساء، وناصر الربيعان، ومحمد بن حبتور، والشاعر خليف العيسى وغيرهم. كما كان فوني مؤلفاً للعديد من أغانيه. لقد شارك فوني في العديد من المناسبات الوطنية، وذلك من خلال الحفلات التي تنظمها وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام في البحرين، وكذلك كانت له مشاركات وتسجيلات في تلفزيون وإذاعة البحرين منذ عام 1973، كما له تسجيلات في إذاعات وتلفزيونات بعض الدول الخليجية الشقيقة. ومن أهم مشاركات يوسف فوني في الحفلات العامة خلال مسيرته الفنية مشاركته في مهرجان الأغنية الخليجية الأول الذي نظم في دولة البحرين عام 1980، وكذلك مشاركته في حفل تكريم المطرب الراحل محمد زويد في بداية أواخر السبعينيات، وكذلك مشاركته في مهرجان يوم الموسيقى العالمي الذي تنظمه سنوياً إدارة الثقافة والفنون، وكان ذلك في بداية التسعينيات. ولقد كرم فوني من قبل نادي المحرق كأحد رواد الطرب في مدينة المحرق في منتصف التسعينيات، وكذلك كرم من قبل وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام باعتباره رائدا من رواد الطرب في البحرين، وذلك في عام 1997. وقد بلغ عدد أغاني فوني 150 أغنية تقريبا، موزعة بين أرشيف إذاعة وتلفزيون البحرين وإذاعات وتلفزيونات دول الخليج. ولقد تأثر عدد من مطربي الخليج بأسلوب فوني في الغناء. يا قزيل يا عيني يا قزيل شلمبي ما تحاجيني تسفهني تخليني ما بكنك بتوحيني يا قزيل يا عيني يا قزيل يا عيني يا نقرش ويا مياس لا تسمع كلام الناس حد واشي وحد جساس قول الزور ترميني يا غزيل يا عيني يا غزيل يا عيني عندك يا فتى وافي ترضى لي بالتلافي كأنك عامد جافي وتبعدني وتقصيني يا غزيل يا عيني يا غزيل. وقد غنى لفوني عدد من المطربين البحرينيين والخليجيين، نذكر منهم جعفر حبيب ومحمد حسن من البحرين، وحسين جاسم وعبد المحسن المهن من الكويت، حيث غنى حسين جاسم أنا ويلي على خل جفاني، وعبد المحسن المهن غنى يا سعدي أنا الليلة. ومنذ شهر مايو 1997 تدهورت صحة الفنان يوسف فوني من جراء تضاعف مرض السكري، والذي نتج عنه إصابة قدمه اليمنى بالقرقرينة، وتم على إثر ذلك بتر القدم اليمنى. وبهذه المناسبة نظم الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة قصيدة بعد زيارته للمطرب الراحل يوسف فوني في مستشفى السلمانية، وقد نشرتها جريدة أخبار الخليج في يوم الأربعاء الموافق 18 من يونيو 1997
في صفحة البراحة، وإليكم بعض أبيات منها. يوسف إن العود يشكو من الهجر، فما لك من هجران عودك من عذر، فما تحبس الرجل الكسيرة مبدعا، فعد للندامة في بساتينها الخضر، وسرك في يمناك وهي سليمة، تساعدها اليسرى على الوتر السحري. أيا يوسف عد للمحرق إنها تناديك من خلف الدموع التي تجري، نراها كأم تحتويك بصدرها، فكنت لها المصباح في ظلمة الدهر. وبعد أشهر من بتر رجل يوسف فوني، وفي يوم السبت الموافق 18/7/1998، انتقل مطربنا إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 70 عاما، مخلفا وراءه تراثا غنيا من الأغاني التي لحنها وغناها خلال مسيرته الغنائية التي استمرت ما يقارب 50 عاما. كان فيها فنانا طموحا، عاشقا للفن الذي تفرغ له ولم يشغله عنه شيء، حتى أنه لم يتزوج وظل وفيا لفنه ولجمهوره، ومحبا لوطنه وتراب أرضه. كان رائدا من رواد الأغنية البحرينية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إيه يا يوسف، فكل مكان صامت يسفح الدموع الغزارى، كل رمل وربوة تتصبى لجناح قد حل فيها وطارا، فكأني بعودك اليوم يبكي جزعا، كلما رأى الدار حارا، نم قريب الجفون، فالصحب لم ينسوا إلى اليوم ذكرك المعطارا، قد رويت الثرى بفنك حتى أصبح الطير يعشق الأشعار، إنما قيل لي يرون عجوزا وعلى وجهها تخلي ستارا، عرفوا أنها المحرق ثكلى فدعوها تبكي عليك جهارا. إبراهيم على هذا الفيلم. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري، كما نشكر الحضور الكريم والقائمين على مركز عبد الرحمن كانو لمبادرتهم بتنظيم هذا التدشين، ولنا موعد معكم في الفعاليات القادمة إن شاء الله يوم الثلاثاء الموافق 22/8 الصحافة الثقافية في منصات التواصل الاجتماعي 8:30، ويوم الأربعاء إن شاء الله تاريخ 23/8 في فعالية أخرى المصارعة الحرة وخدعها السينمائية في نفس التوقيت 8:30. لا ننسى قبل لا نختم، التقييم موجود عندكم من خلال الباركود الموجود على الكراسي. أرجو أن يكون التقييم للفعالية من خلال اختيار تدشين
كتاب أثناء التقييم. وأخيرا وليس آخرا، على أساس نفتح لكم مجال حق اقتناء الكتاب والتوقيع والإهداء، أخيرا وليس آخرا، بكم بدأنا وبكم سعدنا وبكم نختم فعاليتنا وبكم نفخر، ونلتقي من جديد وتصبحون على خير.